كنتي كدوز الامتحانات ولا دوزتيهم ولا مازالين جايين في الطريق؟ خاصك تعطي راسك الوقت وتشوف هذا الفيديو حيت غادي ينفعك غادي ينفعك ملي كتكون توجد لشي ماده وكتوصل فيها لواحد النسبه مزيانه ديال الفهمه ونقدروا نقولوا كاع فهمتيها مزيان وشبه ساليتيها، ومن بعد كدوز لماده اخرى ثم ماده اخرى وهكذا، ولكن مع المده كتحس براسك فحال داك الشيء اللي وجدتي في الماده الاولى تنسى عليك، وكتبدا تحس براسك فحال ما شاد والو لا هنا لا هنا، وفي هذه اللحظه كتدخل في واحد الدائره خايبه مع نفسك وما كتبقاش عارف شنو دير، واش نزيد نكمل ولا نرجع لداك الشيء اللي قريت في الاول. اي فوالا، حتى انا اليوم غادي نساعدك ان شاء الله باش ما تنساش وتبقى عاقل على داك الشيء اللي كتقرا وكتوجد. في الحقيقه راه اي حاجه تنقراوها وبالاخص الا درتي فيها واحد شويه المجهود وخدمتي فيها التمارين راه ما كتنساش وكتبقى لك ديما في دماغك، غير لو فيت انك انت الوقت اللي كتحتاجها وكتبغي تخدم بها كيفاش غادي تشير عليها وتسيليكسونيها من وسط واحد السد ديال المعرفه والمعلومات اللي عندك في راسك. فوالا، هنا فاش تيكون الفرق ما بين كل واحد فينا. كاين اللي ملي غادي يحتاج شي حاجه من داك الشيء اللي وجد غادي يشعل البيسي وغادي يبدا يقلب في لي دوسي اللي عنده، ها هو في البيرو، ها هو في البوست دو طرافاي، ها هو في لي تيليشارجمون، فحاله كتقلب وسط بحر. وشكون اللي تيوقع ليه هكا؟ هو هذاك اللي تيكون مستاهن بلي ريزومي، ما تيديرش ملخصات للدروس والمواد ديالو، وتيقول صافي راني فاهم هاد الماده، سي با لابين انني ندير لها واحد الملخص في جوج او ثلاثه صفاحي. هي الحاجه واخا تكون فاهمه راه خاصك دير لها ملخصات، حيت مع المده ملي كتبدا تباسي تقرا ماده واحده اخرى، راه كتبدا تحس بها فحال تنسات عليك واخا انت كنتي فاهمه مزيان، وبالتالي هذا اللي ما تيديرش لي ريزومي ملي كيحتاج شي معلومه نهار الامتحان، تيكون عنده البروسيسيس ثقيل وتياخذ ليه الوقت باش يقلب على ديك الحاجه اللي باغي يخدم بها. سي نورمال حيت انت دماغك خليتي ليه داك الشيء فاغ اي با بيان ستركتيغي، وكتعذبو ملي كتبغي تلونسي شي بحث على شي حاجه بالضبط، وهذا هو اللي تيخليكم ملي تكونوا توجدوا لواحد الماده وكتباسيو الماده الاخرى تيجيكم واحد الخيال فحال راه الماده الاولى اللي قريتي بدات كتنسى عليكم. دونك راه اي حاجه كتقراوها راها باقا لكم في راسكم وما تخافوش، وما عندهاش فين تمشي، غير ساعدوا راسكم بلي ريزومي راهم مهمين بزاف وغادي يساعدوكم بنسبه كبيره، سواء ملي تقرب الامتحان وكتبغي تعاود ديك الماده ما كتبقاش ترجع وتطلع على الدرس كامل والتمارين، تيكفي انك تشوف غير لي ريزومي. وحتى ملي كتكون باقي كتوجد ما كتبقاش حاط عرام ديال الدفاتر والوراق قدامك وكتولي منظم راسك مزيان، والاورغانيزاسيون راها مهمه بزاف، ونقدر نقول لك كتساوي اكثر من 50% بالمقارنه مع المجهود اللي كدير. دونك باش تجنيو الثمار من داك الشيء اللي كتخدمو وكتوجدو، ديروا ملخصات لداك الشيء اللي كتقراو وغادي تكونوا ان شاء الله مرتاحين من الجانب ديال التفكير السيء والنسيان، لو جور دو ليكزام وحتى لي جور دو البريباراسيون. جي فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، وما تنسوش تشاركوا هذه المعلومات مع صحابكم باش كلشي يستافد ان شاء الله وكلكم تنجحوا. اسيا نيكست تايم.